أهلا أحبتينا في كل مكان، ما زلنا في الأسبوع الأخير، واليوم بحسب التقويم طبعا الشرقي يوم الخميس، بسموه خميس العهد أو خميس الأسرار. وهذا اليوم هو احتفال الكنيسة طبعا بالفصح أو العشاء الأخير يسوع المسيح مع التلاميذ، وطبعا لها ذكرى مهمة في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد. وكانت الكنيسة طبعا تمارس هذا الشيء إلى يومنا هذا. اسمحوا لي أن أقرأ من إنجيل متى إصحاح 26، ورح أبتدي من آية 17. وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ يسوع وأعدوا الفصح. ولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشر، وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منكم يسلمني. فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا جبل الزيتون. المقصود خرجوا إلى سفح جبل الزيتون في ضيعة تسمى جتسماني. هناك ألقي القبض على يسوع المسيح. هذا اليوم يعتبر في غاية الأهمية. يسوع وهو عالم بكل شيء طلب من تلاميذه، طلب بالتحديد من بطرس ومن يوحنا، أن يعدا الفصح. المسيح العالم بكل شيء هو القادر على كل شيء. كما في يوم الأحد، أحد السعف، دخول المسيح في موكب انتصاري إلى أورشليم، قال يعني عرف الأشخاص اللي عندهم الحمار وعرف الكلام وأحضر الحمار لم يجلس عليه أحد. كذلك طلب من بطرس ويوحنا في علامة، وهي العلامة رح تشوفوا رجل حامل جرة ماء. وطبعا في العادات الشرقية عادة حمل الماء هو من عمل النساء قديما، لكن كانت أعلامي إنهم في المكان الصحيح وفي التوقيت الصحيح ومع الشخص الصحيح ومع مالك هذه العلية الصحيح. وهذا إن دل على شيء بدل إنه يسوع هو ماسك زمام الأحداث الأمور. وهناك طبعا في علية، العلية طبعا بيكون الطابق العلوي أو الطابق الثاني، وعلى الأغلب أن هذا الطابق الثاني كانت مساحته كبيرة لأنه كمان كان
مسقوف انه يسع انه يحط الطاولات. لما نقول الطاولات احنا بنتكلم على نوع من الطبلية الصغيرة، يعني الترابيزات الصغيرة على الارض مع الـ مع الـ الـ الوسائد اللي كانوا بيتكئوا عليها. وطبعا بيقبلوا الطعام، والطعام كان مشترك لانه المسيح قال اللي بيغمس معي من الصحفة انه هذا الطعام الكل بيشترك فيه. وهذه هي العادات الشرقية. المسيح مكتوب عنه جاء ليتمم الناموس وجاء ليتمم كل شيء. مكتوب أيضا عن يسوع المسيح أنه جاء ليتمم مشيئة الآب، كما قال في يوحنا 4 آية 34: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فكان كل شيء بصير بتدقيق، ترتيب بنظام، تتميم للنبوات، ترتيب الإلهي، إن المسيح خرج من عند الآب ولابد أن ينتهي في عمل الفداء لكي يرجع عند الآب ويأخذ مكانه أو مكانته الأصلية. هذا الفصح يعتبر واحد من الأعياد اليهودية الرسمية. كل ذكر يهودي لازم يروح يعيد 3 مرات في السنة، وعيد الفصح يعتبر أول الأعياد اليهودية. ومكتوب أن هذا العيد في شهر أبيب. أبيب في اللغة العربية أو أبيب في العبري بتعني الربيع، وطبعا بالربيع يعني في شهر آذار وبشهر نيسان. آذار نيسان يعني مارس وأبريل، هذه الفترة اللي بتتم فيها الفصح اليهودي طبعا بحسب التقويم اليهودي. وليتر اون بعد فترة زمنية المسيحية ابتدأت تستخدم تقويم آخر لكي يحتفلوا متزامنا مع فصح اليهود في هذا العيد اللي احنا بنسمي عيد الكبير، عيد الفصح أو عيد القيامة، اللي هي بتتكلم عن كل أحداث الأسبوع مبتدئا من دخول المسيح الظافر إلى أورشليم، وينتهي الأسبوع يوم الأحد بقيامة يسوع المسيح منتصرا ظافرا على الأموات. وكل ذكر يهودي من ابن 12 سنة، إذا بتتذكروا في الإنجيل، في إنجيل لوقا بالتحديد، إنه يسوع كان عمره 12 سنة وراح مع يوسف ومريم إلى الهيكل، وكان في عيد الفصح، وكانوا بيجوا من كل أنحاء العالم إلى هيكل أورشليم، هيكل ضخم جدا بناء هيرودس، وطبعا يتسع إلى جماهير غفيرة، وهذه الجماهير طبعا تكون في أورشليم وخارج أورشليم، اللي بيصنعوا كامبس خيام في كل مكان. وفي هذا العيد بيكون في تحضير، في تجهيز. هذا العيد هو عيد العيلة، يعني كل عيلة، رجل وزوجته وأولاده كلهم بيجتمعوا مع بعض وبيحتفلوا في هذا العيد. وطبعا ليلة الفصح اللي هو بين العشاء، يعني بين الساعة 3 للساعة 5 بعد الظهر قبل المغيب، بيذبحوا الخروف وبيقوموا في كل هذا الفصح. أحبائي، هو بيتكلم عن خروف الفصح اللي ذكره طبعا في سفر الخروج إصحاح 12. وطبعا ذكر هذا الخروف جاء متزامنا مع الضربة الأخيرة على فرعون وعلى آلهة فرعون وعلى المصريين بسبب عناد فرعون وتعنثه وتزمته ضد الإسرائيليين أو ضد الشعب العبراني. رفض انه يطلقهم حتى يروحوا يعيدوا او يروحوا الى ارض كنعان. وبسبب قساوة قلب فرعون الرب تكلم انه راح يكون في ضربة اخيرة، وهي الضربة انه الملاك راح يهلك كل ابكار المصريين مع كل بكر حيوان ايضا. والملاك المهلك بيأتي في نصف الليل، لكن طلب موسى من الشعب انه كل واحد بحسب طبعا الفاميلي، بحسب العيلة،
واذا ما في شخص عنده ممكن عيلتين ممكن يجتمعوا مع بجيبوا خروف كامل بلا عيب ما بزيدش عمره عن السنة، يعني خروف شاب وبيذبحوه، وطبعا بياخد من بالزوفة من الدم برشه على قرون المذبح، وبعدين بيجيبوا الخروف إلى العائلة بيقوموا بتنظيفه وبيقوموا بأكل الخروف. لازم يأكلوا الخروف مشوي، مش لازم يكسروا أرجل أو أي عظمة في هذا الخروف، وكله له رموز طبعا في العهد الجديد، ولازم يأكلوا طبعا بسرعة مستعدين للخروج من أرض مصر، ولازم ما يبقاش إلى الصباح لأنه في نص الليل يأتي الملاك المهلك، يعني المدة الزمنية لازم يخلص الخروف قبل منتصف الليل، منتصف الليل لازم يحرقوا بقية الخروف. فالتعليمات طبعا بتقول انه قبل الصباح، بس لازم يكونوا مستعدين، احقائكم مشدودة، احذيتكم في ارجلكم، بيتكلم عن العصف في ايديكم، وطبعا تأكلونه بعجلة بسرعة. هو فصح للفصح، او اليهود بيسموا هاي المناسبة السيدر لما بيتناولوا الفصح مع العيلة، وهذا الفصح كمان بيسموه عيد الفطير من الأحد للأحد، بيحكي 8 أيام، لكن ليلة الفصح هو بيقوموا بذبح خروف الفصح. يمكن البعض بيسأل طب في إنجيل يوحنا مذكور إنه لما قدموا يسوع أمام بيلاطس وكانوا في الدار الولاية الدار الخارجية لألا يتنجس لأنه بعدهم ما أكلوش الفصح. طبعا الجليليين كانوا بيحتفلوا من شروق الشمس إلى غروبها، لكن يهود يهوذا اليهودية كانوا بيحتفلوا من الغروب إلى الغروب. الشيء الآخر إنه المسيح احتفل مع التلاميذ لأنه يوم الجمعة ما فيش حاجة إنه يحتفل بالفصح، لأنه هو الفصح، هو مثل ما قال عن يوحنا المعمدان حمل الله الذي يرفع خطية العالم، فلا حاجة أن يقدم خروف، بينما الفصح حمل الله، هو الذي قدم نفسه ليس فقط لأمة اليهود لكن ليجمع أبناء الله المتفرقين، ولكن ذبيحته كانت لكل العالم. وهذا ما يسمى عيد الفصح، واحد من أهم الأعياد اليهودية. بعده بيجي بعد 50 يوم عيد الأسابيع أو عيد الحصاد اللي هو بيكون في يوم 50 اللي حل الروح القدس على التلاميذ، والعيد الثالث هو في الخريف اللي هو عيد المظال، بذكرنا في سكنة شعب إسرائيل في مظال في البرية. فالفصح يعتبر أول الأعياد رأس الشهور بالنسبة لليهود، يعتبر واحد من أهم الأعياد، بيذبحوا خروف الفصح بيأكلوه مشوي على النار مثل ما ذكرت، على أعشاب مرة بحسب خروج إصحاح 12، لا يبقى منه أي شيء إلى الصباح ويؤكل بعجلة. وبعد هذه الضربة طبعا المصريين بيعطوا العبرانيين كل الممتلكات من الذهب والفضة والأمتعة، وبيخرجوا من أرض مصر بسرعة فائقة. فالمسيح مدرك هذه الحقبة التاريخية، مدرك أنه عم بيقوم بالفصح لأنه هذا العيد اللي كان كيسوع من هو 12 سنة حتى موته على الصليب بيحتفل في هذا الفصح ليتمم كل بر ولكي يتمم الناموس بالكامل بدون أي عيب. فالمسيح عم بيطلب من التلاميذ إنه يقوموا بالاستعداد. شو يعني الاستعداد؟ الخروف طبعا الفصح لازم يحفظ فترة زمنية للتأكد من سلامته ومن صحته أنه خروف كامل، وفي طقوس ومراسيم معينة قبل دخول الخروف إلى الهيكل
طبعا لازم يتمموها بالحذافير الكاملة. لكن في شيء مهم جدا، انه كل بودي لازم يزيل الخمير من البيت وساحة البيت وكل ما يحيط هذا البيت، سواء بيجي غريب اللي بيوكل مع يعني مع الوطن او اي شخص بعيد، ممنوع تكون one simple cramp، يعني ممنوع تكون فتاة صغيرة وإلا بيتنجس فبيضطر الفصح طبعا أو العيد مرة تاني. فشوف التعليم المهم في هذا الموضوع. فالمسيح عندما بيعطي الأوصاف بيتكلم بلغة شرقية مفهومة للمستمعين اللي كانوا في تلك الأيام اللي بيعرفوا العادات والتقاليد اليهودية. فالمسيح طلب أن يكون في العلية، والعلامة كانت رجل يحمل جرة، والعلية نظف البيت وأعد كل شيء حتى يأتي يسوع ويأتي مع التلاميذ ليعيد الفصح. طبعا في العلية التلاميذ ما زالوا بيتخاصموا مين الأعظم. المسيح علم درس عظيم التواضع. ألم يقل من قبل أو قيل عن يسوع في نبوة إشعياء سكب نفسه للموت؟ وألم يقل مرقس 10 لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين؟ من أراد أن يكون عظيم أو أول ينبغي أن يكون خادما. والمسيح اللي بيعمل إنه مش بيتكلم مجرد كلام، إنه يفعل أفعال. أخذ منشفي وجاب مي وابتدى يغسل أرجل التلاميذ. يا للتواضع ويا لدرس العظيم اللي علمه للتلاميذ حتى في الليل الأخير، في نفس الليل اللي رح يلقى القبض على يسوع المسيح، عم بيعلم وبيأخذ وقته إنه يعلم درس عن التواضع. طبعا لما بيعدوا الفصح يمكن تسأل طيب شو بيأكله، شو بيعمل، شو بيتناوله. خليني أحكي لك شو الكتاب المقدس بيتكلم، وطبعا من التقاليد والعادات اليهودية اللي هي ماشي طبعا الأشياء المتماشية مع كلمة الله. أهم شيء بعيد الفصح هو خروف الفصح، ومثل ما ذكرت أن هذا الخروف يكون بلا عيب كامل، عمره سنة محفوظ، ثم يقدم ويرش الدم على القرون المذبح، ثم يؤخذ هذا الخروف وكل أفراد العيلة. وفي مراسيم طبعا خلال أكل الخروف، إنه ممنوع يكون مطبوخ، ممنوع تكسر عظمه، لازم يتاكل مشوي. وطبعا في كتير فقراء إذا عندك زيادة بتعطي جارك، بتعطي شخص، المهم إنه لا يبقى إلى الصباح. والخروف هو كان يعتبر الوجبة الآخر، وجبة قبل خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، من أرض مصر، بحسب طبعا سفر الخروج إصحاح 12. ثم يسمى عيد الفطير لأنه بيأكلوا الخبز، اليوم في إسرائيل بيسموه الماتسا، المصة، بيعملوا رقائق من الخبز ما فيها أي خمير، وطبعا الخمير بيرمز للشر والفساد أيضا. فبيأكلوا الخبز مختمر عدا عن تنظيف البيوت كاملة لمدة 8 أيام، ممنوع يأكلوا أي شيء مختمر في البيوت. طبعا في بداية الفصح في العيلة عادة بيكون في طفل، لما بيجيبوا الخروف المشوي الطفل بيسأل الأبو إحنا ليش بنأكل هذا الفصح؟ الأب طبعا بيبتدي يشرح قصة الخروج وقصة عبودية شعب إسرائيل في أرض مصر، وبيشرح لكل الأسرة، بيأخذ القصة الدرامية
كل أحداثها كيف المهلك أهلك أبكار مصر، لكن طبعا أبقى كل يعني ما حد التمس أي شخص وضع الدم على القائمتين العليا، وطبعا العتبة فعبر الملاك المهلك، فكان لازم يشرح القصة. تعرفوا اليوم، سامحوني في هذا الكلام، اليوم في كنائسنا يعني حتى في الأعياد ما بناخذ وقت بنشرح عن أحداث كثيرة في الكتاب المقدس. أنا بتكلم يعني أنا بشكر رب من أجل الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والأنجليكانية اللي أنا بتذكر وإحنا أطفال في بلدنا في قانا الجليل، لما كنا نروح على الكنائس كانوا بيعملوا فعلا يذكرونا في حدث بالتفاصيل، فظلت راسخة في أذهاني في ذهني إلى هذا اليوم. فاليوم إحنا يمكن نركز على الوعظ، وهذا ضروري جدا من كلمة، بس حلو إنه نأخذ يعني العائلات ونبتدي نشرح حتى لو بطريقة درامية. يمكن مش كل واحد درامي، في ناس وجهها عابس يعني برقم 6 في اللغة الإنجليزية، بس فيك على الأقل تقرأ القصة مثل ما هي بالكتاب المقدس، وممكن تحكي الحدث ليه إحنا منعيد عيد الكبير، شو هو الأسبوع الأخير، هل العيلة بتبتدي من يوم الأحد في دخول المسيح للأحد وبتأخذ سلسلة الأحداث يوم بيومه إنك تقرأ للعيلة. أنا بصلي اليوم هذا يكون تغيير في عائلاتنا، إنه نبتدي نأخذ هذا الشيء أهمية، وفي كنائسنا على فكرة إنه الكنائس تعطي أهمية لموضوع. يمكن اليوم يكون عليا ما كانش في طفل يسأل حتى يسترجع القصة، لأنه كانوا كلهم رجاء على الأرجح. طبعا بعرفش إذا كانت أم يسوع أو حد آخر موجود في العلية أو العيلة اللي كانت استضافت، لكن نجزم أنه كان التلاميذ يعني جالسين طبعا بالترابيزات على الأرض، وطبعا يحب اللي كان بيتكئ على صدر يسوع المسيح كان جالس على يمينه من طريقة الكلام، ويهوذا على الأرجح بكون على يساره لأنه بيغمس من نفس الصحفة من نفس من الحن، والشكل طبعا بهذا يعني. فبطرس على الأرجح أنه كان ريكلايننج، ممكن متكئ قريب على يوحنا لكن قريب أيضا على يسوع المسيح، وبيضه أمام يهوذا، مش مثل ما بتصور التحفة الصورة اللي منشوفها دايما العشاء السر أو العشاء الأخير إنه قاعدين على الطاولة. هذه من طبعا فكرة أوروبية، لكن الفكرة الشرقية إنه بيجلسوا على الأرض على وسائد في ترابيزات شوي أعلى اللي بحطوا عليها الأكل، وبيتسامروا وشركة وعلاقة حميمية، وبيتكلموا وبيراجعوا أحداث الفصح. هذا ما يحدث. فأنا ذكرت أنه في الخروف الخبز الغير مختمر، وطبعا لا ننسى بيأخذوا حاجة سيمبوليك لحاجة رمزية اللي هو ماء المالح. طب ليه بيأخذوا ماء المالح؟ الماء المالح بذكرهم في العبودية ومرارة العبودية، أكثر من 400 سنة الدموع التي ذرفت، ولربما أيضا عبورهم في البحر الأحمر. البحر الأحمر طبعا ميته مالحة، فبتذكرهم في هذا الحدث كيف الله اختار الشعب وعبرهم من البحر الأحمر إلى أرض كنعان. مع هذه الوجبة طبعا بحسب خروج 12 بيأكلوها على أعشاب مرة. الأعشاب المرة بتذكرهم بمرارة العبودية، وطبعا لا ننسى الزوفة، يعني الزوفة هي اللي استخدمت، يعني بياخدوا الدم دم الخروف وبيغمسوه في الزوفة ويجعلوه على القائمتين والعتبة من فوق، العتبة العليا والقائمتين، فبيحطوا الدم بشكل صليب يعني interesting. وحتى لما بيجي الملاك المهلك بيعبر عنهم وبينجو اللي في داخل البيت.
ليلة رهيبة لمصر، لكن من ناحية تانية ليلة إنقاذ، ليلة نجاة من العبودية من أرض مصر. فبيأكلوا الأعشاب بيتذكروا مرارة العبودية. في شيء مهم جدا اللي هو بيستخدم دائما بالعهد وبيستخدم بالفصح أو في عهد كمان الزواج، اللي هي بياخدوا 4 كؤوس. الكأس الأول اللي هي لما بيبتدوا، خلينا نسميها في الأبتايزر، لما بيبتدوا في يعني قبل ما بيأكلوا الخروف الوجبة الرئيسية بياخدوا الكأس. يمكن العهد الجديد بحسب لوقا بيتكلم عن كأسين. الكأس الرابع إذا لاحظتوا، أنا قرأت بأنه المسيح بيقول اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. خلي بالك إنه المسيح ما هو قال الكأس الذي أعطي ألا أستطيع أن أشربها حتى في البستان. والغرض من هذا الكأس أحبائي إنه هذا كأس بسموه كأس البركة، كأس حضور الله. فالمسيح رح يتألم ورح يكون على الصليب، فهذا الكأس رح يأخذه مع التلاميذ في ملكوت الآب، في الملكوت الجديد. وهذه الكؤوس الأربعة، ليش بياخدوا كؤوس أربعة؟ ترمز إلى 4 وعود الله في سفر الخروج إصحاح 6 من آية 6 وآية 7. ببساطة هذا الوعد بسفر الخروج بذكرهم سواء من الكأس الأول أنا هو الرب، والكؤوس الأخرى بذكرهم أنا الرب بيتكلم أنا اللي أخرجكم، لا أنتم بحكمتكم ولا بقدرتكم ولا بإمكانياتكم. الرب أخرج الشعب بقوة، بذراع ممدودة، بذراع شديدة، لدرجة أنه ضرب مصر حتى يخرج الشعب من العبودية. ثم الكأس الأخير أن يعني أنا الرب إلهكم اتخذهم شعب وهو إلههم. هنا في علاقة حميمية بين إله وبين شعب، خصصوا الله شعب مختار. هنا المسيح بيتكلم عن شيء أوسع من هذا الأمر. وطبعا خلي بالك إنه لألا يروح ذهنك هنا وهناك إن اليهود لما بيمارسوا هذه العادات، خلي بالك إنه في عادات اليهودية أو حتى الشرقية الخمر والكذا يعني عيب، هي بس رمز للفرح والمناسبات المبهجة مثل الفصح مثل الزواج. وعادة بتكون نسبة الكحول قليلة، هو خمر فعلا، خمر يعني مش من نتاج الكرمة، لكن نسبة خفيفة، ودايما بخففوها في المي. وطبعا خلي بالك المسيح لما أخذ الكأس كان قال اقتسموها، مش يعني كل واحد ماخد كاسه مثل ما عنا بقول اليوم كاسك، على فكرة أنا بشرب مي، كاسك، لا، كأس واحد بمرروها لكل واحد، شركة حميمية بين الكل، كأس واحد. طبعا اليوم بالنسبة للأمراض الكثيرة الكنائس بتستخدم كاسات صغيرة إلى آخره، حسب كل عادات الكنائس سواء شرقية أو غربية. هذه الكؤوس بترمز للعهد الجديد. لاحظ كلام يسوع المسيح، وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم. وكلمة شكر من هون أجت كلمة الإفخارستية، من كلمة اليونانية إفخارستو بتعني الشكر، وهي مائدة الشكر، يعني إحنا نشكر الله، نتذكر هذا في موقف عجيب بهيج مفرح طبعا للمفديين بدم الرب يسوع المسيح، قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.
طبعا هذه الوعود هي كلها بتتكلم عن تحرير الشعب من أرض العبودية، من أرض مصر إلى أرض الحرية، إلى أرض كنعان. فبيستعيدوا القصة بشكل درامي، ومش بس إنه بيستعيد القصة، من ضمن طبعا مواصفات الفصح لازم طبعا يسبحوا، ولازم يرنموا أيضا، لأنه في شركة مقدسة، شركة عائلية. طبعا يمكن بهذا الفصح احنا بنعرف ان بطرس يمكن كان متزوج، لكن التلاميذ كل واحد اكيد ترك بيته، لكن احتفلوا كعيلة، عيلة المسيح. وهكذا المفديين بدم الرب يسوع صار الرب عائلة المسيح في كل مكان. نحتفل طبعا في هذا الحدث المهم جدا جدا في الرزنامة المسيحية. هذا العهد الجديد طبعا كل شيء لازم يختم بالدم. اسمحوا لي، تذكرت في آية في سفر الخروج اصحاح اعتقد انه اصحاح 24، وهي يمكن تعطينا خلفية على الشيء اللي لازم اقوله. مكتوب: فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطصوص، ونصف الدم رشه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هذا هو دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. لكن للأسف يعني شعب إسرائيل ابتعد وترك الرب ونكث العهد. لكن في سفر أرمياء بيعطي وعد عن العهد الجديد. في سفر أرمياء إصحاح 31 والآية 1 كمان: ها أيام يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع شعب بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. نفس الوعد بالكأس الرابع سفر الخروج إصحاح 6 والآية 7، الله بيذكرهم أنه هو إلههم وهم شعبه، صار نصيب الرب. نفس الشيء بذكرنا كشعب جديد، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد صاحبه وكل واحد أخاه، اعرف الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. فالمسيح يقول: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. واللي بحب يعني يقرأ أكثر بهذا الموضوع، اقرأ عبرانيين إصحاح 7 و8 و9 و10 كمان، وتكلم عن عهد. ببساطة يقول: بدون دم لا تحصل مغفرة للخطايا. ويوحنا رمضان ركز على هذا الموضوع، قال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ثم يسوع بيتكلم عن هذا العهد الجديد، هذا العهد الجديد اللي ختم أو اختتم بدم الرب يسوع المسيح. اتذكر إنه هذا العهد من طرف واحد، في اللغة العبرية كرات بريت، قطع عهد. كرات بتعني قطع، زي اللغة العربية لما بتمسك سكينة وبتقطع، هي نفس الكلمة
اللي بتتكلم كأنك بتقطع ذبيحة، لأنه كل عهد لازم يختتم بذبيحة. تبريد، واللي أجت منها الكلمة اليونانية داثيكي، اللي برضو عهد لكن من طرف واحد. إما أنت تقبل وتقبل إلى هذا العهد من خلال رأس العهد اللي هو يسوع المسيح، أو ترفض هذا العهد. إحنا مرات بنعمل الخطأ لاهوتي، بنقول خلاص أنا بدي أعمل عهد مع الرب. مين أنت تتعمل عهد مع الرب؟ فش إنسان يستطيع أن يصنع عهد مع الرب. هذا العهد لأنه لازم يكون الذبيحة كاملة من خلال رأس العهد، روش هبريت، رأس هذا العهد. ومن خلال هذا العهد إحنا دخلنا، احتمينا، دم المسيح رش علينا، فالرب أنقذنا من اللعنة، أنقذنا من الهلاك، أنقذنا من الدمار، بس كمان إجابة أنقذنا للحياة الأبدية. صرنا أولاد، صرنا بنات للرب من خلال هذا العهد. طبعا هذا موضوع عميق، بتأمل أنه يمكن نعمل حلقات نتوسع أكثر بتفاصيل هذا الموضوع. لكن يوم الخميس هذا العشاء الأخير، يسوع المسيح هو الفصح، هو فصحنا، وهو اللي سكب نفسه ودمه أيضا حتى يكون كفارة، ذبيحة محرقة لكي يكفر ويغطي، والذبيحة البدلية اللي أنا وإنت لازم نموت أخذ مكاننا، وفدية وأضحية من أجلك ومن أجلي حتى إنت وأنا نتمتع بالبر، نتمتع بالحرية، نتمتع بالشفاء، ونتمتع بالحياة الأبدية. هذا العهد الجديد كلفت دم يسوع المسيح، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا. لا يوجد غفران بدون دم الرب يسوع المسيح. هذه ليلة أحبائي مهمة جدا في الرزنام المسيحية. يمكن السؤال تسألني، طب شو الفرق بين فصح اليهود وشو الفرق بين العشاء الرباني أو اللي إحنا بنتناوله نتذكر هذا الحدث كلما نجتمع؟ خلي بالك إنه فصح اليهود محدود، كان محدود لأمة واحدة، لشعب اليهود فقط، أو للغرباء اللي كانوا يجوا للهيكل اللي آمنوا بله إسرائيل، وكان لازم يختتنوا أيضا. فإذا مقتصر على أمة واحدة. أما مائدة الرب فهي لكل المؤمنين في كل أنحاء العالم، في الصين، في اليابان، في الهند، في السعودية، في أمريكا، في كندا، في الدول العربية، في أي مكان كنيسة الرب بتجتمع، في كل مكان، لجميع المفديين بدم الرب يسوع المسيح. مش لشعب واحد، لجميع الشعوب، بشرط تكون مفدي ومخلص بدم المسيح. لاحظ انه الفصح كان مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في السنة. لكن بالنسبة لنا العشاء الرباني او المائدة بيقول، بيتكلم في هذا الموضوع، لانكم كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. فاذا ها، اذا كان فصح اليهود طبعا هو مرة واحدة، الكنيسة بتتناول كلما اجتمعت الكنيسة، وعلى الأرجح اجتماع العبادة هو يوم الأحد، لأنه نعرف من الكتاب المقدس أنه كانت الكنيسة تجتمع يوم الأحد وتكسر الخبز، وظلت تمارس هذه الفريضة اللي بسموها وليمة المحبة، أجابي ميل. وطبعا بياخدوا طبعا الوجبة أو مائدة الرب كل شخص مؤمن بالرب يسوع المسيح. شيء آخر، فصح اليهود هو بذكرهم بتحرير العبرانيين من أرض العبودية، من مرارة العبودية، من أرض مصر. أما العشاء الرباني
أو المائدة اللي إحنا بنأخذها كمفديين كمؤمنين بتذكرنا من إنقاذنا وخلاصنا من عبودية الخطية، من المرارة الخطية اللي كانت بدها تودينا على جهنم. مش بس اتحررنا، لكن الرب خلصنا لكي نحصل على الحياة الأبدية، وختمنا بدم المسيح، وختمنا أيضا بزيت الروح القدس، والمؤمن أصبح مميز عزيز غالي على قلب الرب. طيب إذا فيه إنقاذ وتحرير، طب شو بنتذكر من الموضوع؟ بالحقيقة لما بنجتمع للمائدة يعني بتذكرنا في عدة أمور: نظرة للماضي عن آلام المسيح اللي تألم من أجلك ومن أجلي، وموت والصلب، صلب وموت يسوع المسيح. نظرة للمستقبل، لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون في شهادة. واحدة من أعظم الشهادات إلى يومنا هذا أنك أنت بتخبر، عم تشهد. ليه؟ زي ما كانوا الأطفال بيسأل الأب ليه يعني خروف الفصح، فبعملية درامية بيسترجع كل أحداث الفصح. فهي نظرة مستقبل. ليه منتناول العشاء الرباني؟ من ندخل الأحداث الأسبوع الأخير اللي مر فيها يسوع المسيح، لكن بننتظر كمال هذا الخلاص، التمجيد عندما يرجع المسيح ويأخذ كنيسة من هذه الأرض ونكون معه في الملكوت الجديد. هذا الملكوت اللي ابتدأ بتتويج الرب على القلب والكيان، وهذا الملكوت الجديد عندها نفرح معه ونكون في شركة إلى أبد الآبدين وجها لوجه مع يسوع المسيح. لكن برضو بتعطينا نظرة إلى الحاضر. نظرتنا للحاضر هي نظرة المحبة، فهذه الوليمة هي وليمة محبة، الشركة شركة مقدسة. مشان هيك يعني احنا بنشكر الله، الافخارستية افخارستو، فبنشكر الرب على عمله العجيب، فبنشكر الله، بنجتمع حتى نشكر ونسبح ونمجد الله في الحاضر على ما فعله. منمكن ومنأكد المحبة لأحدنا الآخر، وهي الشركة أحدنا مع الآخر بيكون علاقة طاهرة، علاقة حميمية، شعب واحد، عيلة واحدة. لأنه ممكن شخص يكون من الجزائر، شخص من مصر، شخص من السعودية، من أي مكان، ويمكن مضطهد من عيلته، لكن عيلته صارت المؤمنين، صارت جسد المسيح، عروس المسيح، كنيسة الرب. فمنشجع بعضنا البعض ومنعزي بعضنا البعض ومنعزي البعض، نقول ها ها آمين، الرب يسوع جاي عن قريب، فمنشجع أحدنا الآخر. هاي الوجبة هي بركة بصراحة، هي بركة. فإحنا مشان هيك لازم يعني ما نكون يعني نتساهل في هذا الموضوع. بتخلينا ننظر لأنفسنا في الحاضر، نمتحن أنفسنا. من أجل هذا كثيرين فيكم مرضى وضعفاء، والبعض، الرسول بولس بيتكلم، والبعض يرقدون، تأديب يعني تحت التأديب. فلما بتناول عشاء الرباني في نظرة لداخلي، هل أنا فعلا عندي علاقة حميمية مع الرب؟ وهي النظرة أنك أنت تكون أمين وصادق مع نفسك. شوف يعني ممكن بتكون مثل كنيسة سارس تقول أن لي يعني تقول أنك حي، وبالواقع أنك ميت. الله لما بينظر إليك، هل أنت ميت ولا حي؟ هل أنت بتشكر رب كل يوم؟ هل أنت من ضمن جسد المسيح؟ مش لأنه أبوك وجدك مسيحي أنت مسيحي، لا، لازم تختبر المسيح، الحياة الحقيقية. ولما بتجتمع، هاي المائدة ما قلت الرب للكل، كل واحد مؤمن بالمسيح، لكن لما بتجتمع مع إخوتك في إخلاص، إذا أنت في شيء في داخلك عدم غفران، وأهم شيء أن يكون في غفران، في مسامحة، عشان يكون لك الأهلية والشرعية أنك تتناول عشاء الرب، الخبز جسد المسيح، الكأس دم المسيح، فإحنا منتذكر آلام المسيح
وموت المسيح وسفك دم المسيح من أجلك ومن أجلي. هل أنت بتحس بالذنب؟ هل بتحس أنك أنت بعيد؟ هل أنت عارف أنك هالك؟ لو في هاي اللحظة صار شيء معك، هل إلك حياة أبدية؟ شو رأيك أنه دايما أهم وقت هو الآن، وأحلى وقت هو في المناسبة؟ طالما أنه المناسبة اليوم أنه عهد جديد، شو رأيك اليوم أنك تدخل هذا العهد من خلال ما فعله يسوع المسيح؟ تقول له يا رب أنا بشكرك لأنك أنت أخذت مكاني، غسلني بدمك، طهرني من كل إثم، بدعوك اليوم حتى تكون ربي ومخلصي. وإذا أنت اليوم متألم، معذب، خايف، مرعوب، إذا أنت ما عندكش غفران، ما عندكش مسامحة، إذا أنت عم تتناول بدون استحقاق، إذا أنت عم تستخف في نعمة الرب وبتزدري كل يوم، عم تحتقر الله كأنه مش شايف، كأنه بعيد، هاي الفرصة، أسرع فرصة الآن. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أخي أختي، أرجوك في هاي اللحظة اترك كل شيء، ابتدي قل له يا رب في هاي اللحظة، قل له يا رب أنا كنت عايش بطريقة سطحية اسمية، بس اليوم فعليا أنا بسألك إنك تطهرني من كل خطية، وأنا بدخل هذا العهد اللي ختم بدمك، وانت ملأني بروحك القدوس اللي بيسكن فيه حتى أعيش وأحصل على الحياة الأبدية من هاي اللحظة. سؤال أو أثار سؤال، من فضلك ابعت في أسئلتكم، وأنا بوعدك نرد يعني على الصفحة. وإذا انت اليوم هاي الصلاة اليوم انت خلاص بدكش تستنى، بدك تطلعها من صدرك اليوم، أسرع صلاة قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ. وإذا أنت صليت هاي الصلاة ممكن بس تتعب نفسك، جملة صغيرة تقول أنا صليت هذه الصلاة وطلبت الرب يسوع. مبروك عليك يسوع المسيح، وإذا صليتها الرب وعد بالحياة الأبدية، واسمك الآن انكتب في سفر الحياة. الرب يباركك.